رجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة يعني معانا مبادرة زي كده من كلامها ان احنا بنعمل عودة مرة تانية للترحيب، وهي مبادرة اهلا لتنشيط السياحة. النهاردة يعني يكون معايا المهندس محمود حجازي، منورنا يا فندم، اهلا وسهلا، وايضا المهندس ياسر الشرقاوي منسق المبادرة. اهلا بحضراتكم اهلا معانا. بحضرتك. خلوني اخد الاسم في البداية، اهلا، لان اهلا دي دليل الحياة ودليل ان بنفتح كل حتة فيك يا مصر وبنقول لك أهلا، أنت بلد الأمن والأمان والسلام. أبتدي مع مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مبادرة أهلا هي عبارة عن عملوها الشباب، بتقول السائح بتقول له أهلا. أهلا إزاي؟ إحنا عبارة عن جمعية كبيرة من أكبر الجمعيات اللي موجودة أعتقد في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم وكده، مسؤول عن كتب وبتوزعها بحوالي 100 لغة وبتوزعها في 100 أنحاء العالم للتعريف بالإسلام. الهدف بتاعها هو التعريف بالإسلام وتوضح الجانب المشرق الجميل اللي موجود في الإسلام. الجمعية الجميلة ديت اللي هي بقى لها حوالي 50 سنة، اللي الباشمهندس محمود هيسافر معانا بعد كده اهوت، بدأت تخش بعد الثورة ما حصلت كده اهوت، لقيت إن في حالة من التخويف من السياحة بخصوص الثورة وظهور التيار الإسلامي اللي موجود في البلد وكده اهوت. فتبنينا مبادرة كل اللي احنا جبنا الكتب اللي هي موجودة عندنا اوريدي ونزلنا دعوة جميلة على الفيسبوك. الدعوة احنا قلنا لهم كلمة حلوة تجذب الشباب، قلنا لهم مين يحب يدي لبلده ولدينه 4 ساعات في الاسبوع. بس اقف عند حضرتك هنا باشمهندس، هل البدايه بدايه الخوف دي جت منين؟ جت من تصريحات بعض الناس هي اللي ادت لحاله القلق والخوف. الاعتصامات اللي كتيره جدا في البلد هي اللي بتعمل حاله من الخوف والاضطراب. امثال ان يتم اختراق بعض السائحين ان انا عايزه اخرج ناس او اعمل حاجه، كل ده حضرتك بيهدد. يعني انا خليني اتكلم حضرتك بمنتهى الامانه والصراحه، انا ليا عدد كبير جدا من اوبن هارت، يعني نتكلم بصراحه، طبعا بصراحه، من اصدقائي مرشدين سياحيين، هل هم قاعدين في بيوتهم؟ يعني انا طلعت مع 3 فرنساويين لمجرد انها تطع، وفي النهايه اكنها زي ما طلعت ما رجعتش لان اتقفل الهويس، فكان في مشكله. هم يعني حياتك احنا عندنا مشكله فعلا خاصه بالسياحه، مش فكره بس ان انا اقنع الناس اللي في البر اللي بره ان الطيار ما عندوش اي اختلاف ان هم يوصلوا، لا، فكره ان انا نفسي ابقى حاسه ان انا لازم اخاف على البلد دي، ويبقى في تكاتف من الكل، من كل الطيارات اللي موجوده داخل المجتمع. حياتك بقى ممكن تكمل او تضيف شو زي ما طبعا يعني، بس هنقول ان حاله التخوف لا احنا اللي عملناها ولا الطرب الثاني اللي عملها، هو المخلوع هو اللي خلقها. وقعد 30 سنه يخوف الناس، يخوفك مني ويخوفني منك. طبعا يقول لي خلي بالك يا ابو ده بعبع، ده لو مسكه هيعمل وهيشيل ويحط، ويخوفني مني كل ده انتوا هتعملوا وتشيلوا. لا حاضر، احنا اسفين، احنا عايزين نقول المخلوع دوت كلنا شعب واحد، كلنا بنحب ديننا، انا كمسلم بحب ديني، المسيحي كمسيحي هو بيحب دينه، كلنا بنحب البلد دي وكلنا عايزين البلد دي تطلع، والبلد دي هتطلع لما احنا كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعضنا. وهو دي المبادره، ده المفهوم بتاعها حضرتك. احنا لما نزلنا المبادره دي احنا كان هدف، انا كان ممكن سهل جدا هيك، احنا خدنا طبعا التصريح القانونيه 100% ان احنا نفتح اماكن لتوزيع الكتب لتعريف بالاسلام في القلعه او في الاماكن الاثريه كلها، وخدنا موقف احنا بنشتغل تحت مش كلها، احنا بنترجم حوالي 120 لغه حضرتك، احنا بدانا طبعا حوالي 30 لغه بس في الاول دلوقتي عشان التكاليف وكده اهوت، وخدنا طبعا كل الكتب بتاعتنا عليها موافقه من الازهر، واحنا طبعا بنحترم الازهر ونتشرف ان احنا بنشتغل تحت الازهر، وخدنا موافقه اوقاف مشينا بكل تصريح، وبدانا نشتغل الاماكن الجميله. الاولاد لما جونا هم مش فاهمين ايه اللي هيحصل، كان كل يقول لك انا حد 4 ساعات بس، والولاد والبنات اللي هم هيدوا هم جايين متخيلين او هيكلم السائح. لا احنا المبادره اهلا قلنا لهم لا انت مش جاي بس تدي كتاب وتمشي، انت جاي السائح بضحكه جاي تستقبل، ما تخافش تعالى دي البلد دي بلدك، انا ديني بيامرني ان انا احافظ عليك، ديني بيامرني ان انا اخلي بالي منك، دوره بيامرني ان انا أأملك في بلدي هنا واساعدك لما تحب تساعد. هيك احنا كلنا سافرنا، وانا سافرت كتير والباشمهندس كتير جدا، متشوقين ويشقوا مصر. والله انا في ايطاليا قابلت ناس هناك، هو كان كل امنيته يشوف صور لمصر، لما اديته سيدهية عن مصر كان بالنسبه له كانه حاجه كبيره جدا، وانا ببشرك ان الفتره الجايه فتره حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس محمود، يعني انا عرفتك قعدت سنين
تقريبا 10 اكتر في سنة في امريكا، أمريقيا. أه حياتك كنت قريب هناك ولا يعني ممكن أنا اعرف بروح باستمرار. الاحتكاك بقى؟ ما انا عايزه اعرف النظره اختلفت بالنسبه للامريكان ازاي لينا، مش هتكلم دلوقتي على الاختلاف اللي حاصل، طبعا لكن فقبل كده، لأن قبل كده صورة المواطن المصري اختلفت تماما. احنا كنا في كل الاحتفالات، في كل الحاجات يمكن بيذكر الإنسان المصري باحترام وبترحاب، وخاصة بعد ثورة 25 يناير كانوا بيرددوا الشعار اللي كنا بنقوله ارفعك فوق انت مصري. اتكلم بسم بقى الله انا. الرحمن. هو في الحقيقه زي ما حضرتك قلتي بالظبط، الامريكان وزي ما قال الباشمهندس ياسر، الامريكان طول عمرهم بطبيعتهم بيحبوا مصر جدا، وكل انا كان كل الجيران بتوع الامريكان اصدقائي هناك دايما بيقول لي انا نفسي ازور مصر، وهي دي امنيه حياتي. وانس اي ريتايرد، مجرد ما اطلع على المعاش هتبقى اول زياره اعملها مصر. هي لمصر. فبالتالي هو الامريكاني انا مش محتاج اعمل له تسويق انه يجي يزور مصر، انا محتاج زي ما قال باشمهندس وزي ما حضرتك محتاجين نصحح البلد. صح. فاحنا المبادره، عشان ده المبادره دي معموله ليه؟ معموله عشان نقول للسواح سواء الامريكان او اي سائح اجنبي ان احنا هدفنا تصحيح المفاهيم الخاطئه للمجتمع الغربي بصفه عامه عن الاسلام. ده الهدف الاساسي، لان هو اذا كان اكتر حاجه بتخوفه دلوقتي من ان هو يجي يزور البلد او ان هو يتعامل مع المسلمين on any given level، يعني على اي مستوى، اي مستوى خاص كده، هو الدين. فبالتالي انا بقول له، وزي ما قال الباشمهندس، انا بقول له لا، احنا العكس، احنا الدين بتاعنا الى التواصل معاك، احنا حابين إن انت تيجي مصر وتشوف المصريين على طبيعتهم. ولو حضرتك اكيد بتشوفي سياح هنا بيجوا لما بينزلوا الازهر وبينزلوا خان الخليلي، الناس بتبقى مبسوطه جدا وبيتفاعلوا مع المجتمع بصوره ايجابيه جدا، وبيشوفوا حاجات جميله جدا مفتقدينها من التفاعل الاسري والود والتراحم اللي بين الناس وبعضها. أكيد فاحنا أكيد. احنا الهدف بنقول ايه؟ احنا يعني قد يكون ساهم تيار او اخر في احداث نوع من الصوره السلبيه للمجتمع. تصريحات يعني ممكن نقول بعض التصريحات الخاطئه ممكن في حاجه زي كده. برضو لازم نقول ان الاجنبي لما بيجي مصر بيحترم معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا في اماكن كتيره جدا، 100% وهنا طبعا. قدره المرشد او قدره الجايد اللي هو بيسوقهم هو اللي يقدر من خلاله ان لا انا هنا مش مفروض انك تلبسي او تتعاملي بالشكل، لازم في المكان ده كذا، يعني كل الحاجات دي ممكن انها تحل بالحوار والتفاهم بالظبط. وبطبيعه الحال كمان وطبيعه الحال. لما بيجوا اي سياحه، يعني سواء في جامع محمد علي او في لا الازهر في او في اماكن العلا، معينه طبعا. وغير كده حتى لما يبقوا، يعني مش بس احنا بنقول لهم لا، تعالوا بصوا على الكتب وتفرجوا وتناقشوا معانا، اي عندهم اي اسئله بنجاوب عليها، وده السبب ان احنا خلانا يمين اعرف كمان ان هم ازاي هيقدروا ان هم يتعرفوا على ديننا. نعم. يعني ده هيتم ازاي؟ بس خلونا نطلع تقرير خاص برفع حب مصر ونرجع نستقبل.